كما اللي سمعتوه من عند المواطنين الحاضرين اللي ما مشاوش معناتها هكا باش يشهدوا في المحضر بتاع الوزير. ضربت الوزير بعض البارح اللي هو يجي 16 أوت 2013. معناتها انا نسكن قريب من غادي، مشيت معناتها فهمت باش نحضر الاربعينيه، نلقى السيد الوزير قاعد وما اكتفاش بهذا، معناتها هو وثم حتى شكون من الفنانين اللي بدا يمجد فيه ويشكر ويذكر بانجازاته معناها في الثقافه ووقوفه الى جانب الفنانين. احتجيت في وسط القاعه وفكرت معناها بال معناتها بالحاجات المريره اللي تعدينا بها مع الوزير هذايا، اللي انا كنت من القليل اللي رحبوا معناها بوجوده في وزاره الثقافه، من احداث العبدليه والاعتداء على سينما افريكار وتقديم معناها عدد كبير من الفنانين من معناتها من مختلف الفنون اللي تقدم للمحاكمات. فخرجوني وبالعنف هذا معناها ثم شهود عليه. خرجت لبرا ومعناتها وفي بالي الموضوع باش ينتهي فهمتني، لكن ثم شكون معناتها من الناس اللي معاه في وسط القاعه حتى خرجوا وسبوني. فمن بعد معناتها كما تعرفوا انتم اللي صار، انا حاولت اني نكمل نتكلم معاه ومن حقي معناها اني نفكروا في الشيء اللي عملوا. فمعناتها ما عاودوا طردوني، فمشيت معناتها للعطار وجبت العظمه وكهو هذا هو معناها وضربته بالعظمه. لكن كما ترى تو انا نعرف من قبل اللي الوزير هذا شو كاع، ما في باليش كذاب زاده معناها ما انا صحيح ضربته بالعظمه، لكن من بعد نسمع فيه معناها يصرح في الراديونات وفي وسائل الاعلام معناها وليت انا ضربته واعتديت عليه بالعنف وقت اللي الجماعه نتاعو هما اللي اعتدوا علي انا بالعنف ضربوني. والكلام الزايد اللي سمعتوه تعرفوا الاصوات معناها ما هوش صوتي، الكلام الزايد هذوما اصحابه. وزيد معناها تخيل انت معناها السيد هذا اللي في حكومه الرش، السيد هذا معناها اللي في حكومه متوا فيها مواطنين وجنود ومناضلين وزعماء وطنيين وغيره، شبهني معناها في قناه حنا باعل قال هذا يذكرني بالقذقاذي. تخيل انت ضربته بعظمه تحولت الى ارهابي معناها. وقت اللي ضربته بعظمه ثم ناس في العالم ضربوا وزراء والا رؤساء دول بالجاتو ولا بالعظم ولا بالفارينه ولا غيره، هذا معناها ما تنجمش تسميها عنف. هذا احتجاج واشكال الاحتجاج تتعدد معناها. ونعرف انه ثم شيء اكثر من هكا برشا معناها يصير في الدول الاوروبيه وفي الحكومات اللي على الاقل فهمت ولا عندها شويه مصداقيه مع شعبها، تقبل انه ثم ناس تحتج عليها بطريقه معناها تقول انت سلميه اللي ما فيهاش اعتداء جسدي والا اعتداء على املاك، وما مشيش كسرت له كرهبته فهمتني. معناتها هذا هو طريقه للتعبير. السيد هذا معناها مش انا كهو، معناها عديد معناها الفنانين والمثقفين اللي حاولوا انهم حتى يتقابلوا معاه باش يشرحوا له معناها الوضعية اللي عليها معناها قطاع الفن والثقافة بصفة عامة اليوم، ورفض انه يقابلهم. ان شاء الله الناس الكل في حالة فرار كيفي انا معناها، هما اصدروا برقية تفتيش معناتها الناس كرهتهم معناها الناس يراوني وفي بالهم انه ثم برقية تفتيش والعشية بركة معناها بالله. بالمناسبة هذية مانيش قفاف انا، اما نحب نشكر الامنيين معناها اللي عرضوني في اثنين، اقسم بالله في القهوة جيت نخلص في دبوزة الماء والقهوة نتاعي نلقاهم خالصين، واللي خلصوها زوز أمنيين ويخزروا لي ما ينجموش يقعدوا معايا معناها ما يضحكوا فهمتني، يعرضوني ويطفيوا الضوء. الأمنيين وكرهوهم معناها الجهاز اللي هما في بالهم باش يستقواوا بيها على الشعب التونسي أصلا وكرههم، يراو فيا وما يكلمونيش وتنساها خارج في الشارع وما زلت كي جيت أنا تو يكمل الشارع نحوس باش نكذب عليك معناها متخبي ومانيش معناتها نعاني ولا حاجه لاباس. اصدروا برقيه تفتيش، يصدروا ثلاثه اربعه خمسه اللي يحبوا هما، انا متاكد ما دامني معناها نحوس في وسط التوانسه هذوما في وسط الحوم الشعبيه هذيا انا محمي بالناس معناها. الحاجه الوحيده اللي مقلقتني برشا معناها هذيا مقلقتني بالكدا والاخبار اللي تجيني على دارنا ولا كيف نكلمهم
معناها تهديد الخويا اللي هو بوعا الى معناها خويا وعنده صغار وواحد معناها يجيوا الشرطه معناها يهدوه باش يهزوه هو حتى اللي نسلم روحي انا يهدوا بابا يلزم يمشي للجرجاني يهزوه للمركز وبعد سيبوه وبعد قالوا له تجينا للداخليه وتوا يقولوا له يجينا للجرجاني. مانيش فيها مش مدخل بابا ساعه في الموضوع. اولا بابا لا هز لا عظم ولا ضرب بالرش ولا حد شيء مسيك انتريتي على روحه معناها ما عنده حتى دخل في المواضيع هذه. ثانيا معناتها وقت اللي امراه كبيره كيف هكاك كيما امي معناها يقيموها مثلثه نتاع الليل ويهدوها باقتحام الدار اللي هما ما عندهمش حتى معناتها ما عندهمش ما نتصورش كان عندهم امر باقتحام الدار لكن يجتهدوا معناها الامنين هذوما نتاعهم. هذا معناها اللي متعبني لانه دارنا معناتها بالحق ناس بسطاء مش مستانسين بالشيء هذا. عندي ما نعمل عندي شويه قضيات باش نكملهم معناها الايامات هذوما ما نبطاش. اول الجمعه باش نمشي لهم نقدم روحي نشوف شو باش يعملوا ونوعدهم بحاجه نعرف اللي تويكا يخدموا سيونس فينيك تو نجيهم الصباح يبداوا مازالوا ما روحوش تو نقدم روحي. اما برك هم يثبتوا زاد يحبوني نقدم روحي للداخليه ونقدم روحي للجرجاني يعني ما والا نطل عليهم تو نشوف اما ليمت هذه ما نبطش عليهم تو نمشي لهم. على كل حال تو قبل ما نقدم روحي تو نعطي ان شاء الله التاريخ اللي باش نمشي له. انا ماذا بيا الشباب اللي موجود هذا هو رسمي البلاد اليوم ماذا بيا يكونوا موجودين. القضية قضيتنا الناس الكل ما هيش قضية فنانين راهو ثم شكون تويك يحب يحولها كأنه القضية قضية فنان ينتقم من وزير ثقافة. هذا ما هو إلا كالكعبة نتاع الديمين وفي وسط الحكومة هذا اللي الكل يلزمها تطيح. الكل يلزمنا بالعظم وكيلزم بحقوق الهريسة وكيلزم بالبصل معناها. أما الحكومة هذه اللي يلزمها تغادرنا في أقرب وقت. أنا أدعو الشباب انه معناتها يكون موجود معناها في حمله ارحل الكل يكون موجود بكثافه وبعدد كبير برشا لانه الامر يعنينا الناس الكل. ويوم تسليم روحي ماذا بيا نشوف جميع اصحابي سواء من الفنانين او المثقفين او من الشباب نتاع الكوره شباب الفيراج الطلبه التلاميذ البطاله زاده خاصه البطاله ماذا بيا الناس الكل يكونوا موجودين بكثافه في نهارتها. بالنسبة لي أنا البلاد اليوم في حالة متاع مقاومة للاستعمار معناها البلاد اليوم محتلة معناها ثم حالة احتلال ما هيش صحيح بالعسكر وما هيش واضحة مباشرة كما نعرفوا مثلا الاستعمار الفرنساوي ولا غيره. اليوم فهمتي ولا لا التوانسة في حالة مقاومة الاستعمار من نوع آخر. واليوم احنا دورنا من نجم كان يكون معناها هو نفس الدور اللي لعبه الدغباجي ولا البشير بن زقيرة ولا غيره. هذا أنا في رأيي فهمتني لأنه معناتها الناس هذوما بما فيهم مهدي مبروك اللي هو واحد في وسط الحكومة هذه ولائهم ما هوش للعالم هذا ما هوش للوطن هذا وما هوش للشعب هذا فهمتني. هذوما أجندات غريبة تفاصيلها ما نعرفوهاش الكل لكن الخطوط العريضة معروفة ومفهومة. اليوم احنا نقاوموا في مستعمر الممثلين بتاع المستعمر هذايا هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الكل اللي موجودين والمديرين العامين والمعتمدين والعمد هذوما الصبيحية الجدد هذوما اللي يلزمنا نقولوا لهم في وجوههم وبطريقة واضحة ارحلوا. أنا هاني روشارشي هاني بحذيهم هنا زاد في الاعتصام باش فهمتوا الشباب بتاعنا هذا ما يخافش راهم ما يخوفوش قلنا فقدوا معناها اللي كان عندهم الكل فووه في ساعة لا ما عاد حتى حد معاهم.